الحمد لله وصلى الله عليه وسلم على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد وصحابي سياشني كعب بن مالك شعر الرسول صلى الله عليه وسلم واحد من الأنصار الصادقين الذين تاب الله عليه وأنزل فيهم القرآن وقبيع النبي صلى الله عليه وسلم وأنك إذا أنصارته كود رونت بضنا إلى هاي وكتب بلي قرآن نكسر دجي سحابي جن وسحابي آدي أدعوس قصدي سنة وكعذر دارن ضانا قراجة إنه السجى قابيس أما با أو رهدي سكسر سرديو ما دام قصده أيت قص آدي أدعوس آه لون البناء رونتي نلاش كتابنا إسا وأنا أركض دونا وحنا ديه دونا الله يرحمه ماركتي الدكتور عبد الرحمن رافد باشا حولي قصة اليوم عنيفة حقا قصة ما أنت ومدى عنيفة صدقا وعميقة صدقا ومدى يضو موليو ملفك تابانيسا بالغة أقصى ما في القصص من عنف وعمق وإثارة وقصة يحذر وحذرة ووقت الدهر سيد ران يو سي وقد هممت ايها القاري ان ارويها لك بنفسي فلما شرعت وجدت ان غاني اعجز من ان ينقلها اليك بلفاتاتها الدقيقه رائعه وصوره

وحديث كي رياض صالحين كانوا نقصوا مري وحديث كي مركا اي اي صحيحة اللي قولي يرونتي قال كعب كعب بالله إلى دماتك إساقا إسكالا مركا ما تدرسيك إساقا هل يبحوا ليه وانا قصرون تعجا تدل القرآن وكسو الدقيق سب نزولك كي آخر سورة التوبة وانا كسو هذا ويحوا ليه يا مركا لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا يوم, إلا يوم تبوك تبوك ويحوا ولي النبي صلى الله عليه وسلم دولان وصعود ولي كما هرين إلا دولان كي دقال كي تبوك مويان دولان كاس وحود عيسان كي سقالات مصافض آد بأفو قيدو المدينة اللي قاس السفري بحال آلية تبوك سقال بقوله كيلو متر قديد يا ما انت كهل ليناي مجرين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وحي عوني لهايان له بابا وقوي اه تيمير تمير با سدح روح لقا ان الاسلام مضموصته هل جديد بالجاي يعني ان لو كل تمو مصافود أدب أفق تاي حالة أضج بقى هيد بوليالك إلهي سبحانه وتعالى قرآن هو كهل جيش العسرة ساعة العسرة صورة الطوبة وأركتين وقصدا ما أنت قبستي كعب المالك وعلي المركة مدين هذا كهر إنك هذا ولم أكن قط أقوى مني على الغزو ولا أي سر حين تخلفت عن تلك الغزوة وعكلا كدر سنة سابق ليه ما أنا إصامر إن أنت أندولي مران كاقة اوود بادانا هاي انان بحو مركي حوالا تاقن تان مران كاقة لقالا بادانا هاي يعني غزوة دا زوحو ليها وحا اللويح يقفكو كو عذر دارا لها هادا ينا قولنا لقالا قفكو انو هيري كان تينا اما هيسا هادا ينا قولنا التمر لي جرتانا تي اما هيسا وليها وحا اللويح اللي جبيلة تيا اه اي ايجاين كرا اما با ايجا قيب دلين كرا غزوة دا انتو وان هيست وعربا انو عذر دار يره انت على ان انا لهي وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه اذ اذا اراد غزوه كتم خبرها ورى بغيرها الا هذه الغزوه نبينا عاد و اهن مركو دولان وسود انو توريستو توريش هو حي انو قريو او ملدهن اما سيلن او تورو او هادلك ما يعني مثلا مركو بري سعد سود قلبيت با ما يعكلو سمين إلا لكن غزونا من غزون وعدى، غزوه حيهدد لغو كلا شان دينيو، لغو كلا ميليو، لغو كلا تصارى وفير ما عشى صنوش عنا بير، بل... النبي صلى الله عليه وسلم عرفه كل لكن أنت كلا تكتيك حربي درت، اللي محل جاب عداو مركب تراحل كاسندولا كنا، المركب وانتي تراب والشيتان هي جن كي جلام، أو الضوضاض مر مر والبعض مر اللي هاي بمرك لجاويق. لكن في الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم سيتوعدى وقتي كلا بحي أنت بعدى. ولعل الله جل جعل الرسول لا يكتم خبرها وأن الحر كان شديدا وأن السفر كان بعيدا وأن الثمار قد أينعت والظلال قد طابت وحلقي إيه يا باب الله سيلتها كعب مالك صوت النبي قريم وهي محايلة كل الكيود آد بقود الرع لبق صفر كن هوفقا. سدح وقت السمر نوال القارئ يباروه بسلاذان ميروهنا أي بسلاذان يعني ضدكنا مركه نول بهاس كأم الرعية نول بو... طبعا مركه كل الكوبطان حقا ضدكو أنت أي راح هذه دور بدان جيت كان فريسه هل كان فريسه هل كان سوكل الضادي ثاني ويجستبوا ليه إلهي سبحانه وتعالى وطوت المام قرآن كنت معركة اه بعيدة الشق إنه قط المامة في مركا ولقد تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صلى الله عليه وسلم وتجهز المسلمون معه نبي يا يرجروبي دك المسلمين تاج دولا كلا لها سحابة ديار بين نقدم بير فطفقت مرك سياسك هذا أغدو إلى السوق لأتجهز معهم ولكني كنت أرجع في كل مرة ولم أفعل شيئا عور أنه وحام بالله إن أمر مسوق هذا آه السير هذا آه بل الزيارة حكاد قف كلا صفر نرك وجلوا حكاد يعني ما المسوق أنكو كلها إن الزيارة ربا لكن ما لهم حصل الله بتاع. أنا فرما رفع أنا قبل وابحا وصل الله وأنا مركا سامع سلوي دين يا ابو لي واني فاقول في نفسي اني لقادر على ان اتجهز في اي لحظه ويعني مشكله ما له اني تام بس زيارين كره ددك والله ددنا سفر كود بحيان على قال ست حمام افر مال بورتو اني حرتا قبل لاست مينيت دوت كوم مركا او دمبيس ويس دو دوتا روح انا سيري وي مشكله ما دقيقه او دمبيس باكي غارسين دونتا وما زلت اتمادى في ذلك حتى جد جد المسلمين وانا لم اقدم من جهة من جهازي شيئا وعيري سان سيدا اساقدا وميري سانا اي وقت مسلمين تو اي باللعبين سفر كودي انا انا اندير جروبن خلاص ايضا كي هيغن <applause> كو قلي حدا وحا باللابان اي لو سعيد حق اي تبو انا انتا بان اساقدا ووريقي واسديارين دون تاي وكان اي لكن واحد جرتي كالسوني إن دقيقة وضم بيسوك جارسين كذا وإحنا ما أنا كذلك أنا حالة دك بادر الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الرحيل النبي صلى الله عليه وسلم عيدا كي وابد فهممت أن أرتحل في أَثَرِهِمْ وأن أدركهم وليتني فعلت ولكنه لم يقدر لي ذلك أمرك وحنا كربيل إن أن ضبط أو أن هلاله لكن الله لا وحليه شلايتي وينك سنان لهيدا إن سيدا الصمد لكن وان تان تانا ما صمد مركي دقائقنا إلى دعاء مين ذا كعبرو بكو قف الليل إنه دازودا أنا كهري مركو شو ما حنسيري كل كتاب بح تينا ما صمد لكن وحوي وينك سنان لهيدا إن صمد ثم ما لبث أن ركبني أن ركبني الهم والبث لما صنع لما صنعت كذي من في المروج باب يقتمد مروج باب يقتمد وأنا أدو كذا مروجون يفلكي كذا وقد زادني هما انني كنت اذا خرجت من بيتي وطفقت في الناس او طفت في الناس لا ارى الا رجلا متهم بنفاق او عاجزا عذره الله لعجزه وحسيت قد الراب يقول انت مروكت وحي يسي كرديل مرك ان سوق انت ابح لان صحابه واي بحيان وحا جوجا مغالده ما لها مغالده مر كان وريي وحان كو اركيه بين منافق امين مركو هره لو تو سنه منافق نمده إن الإله عذري أو ليس على ما حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ذلك اللي لديها تيما قليسان إن دوما قال إيه صور بحي عيال إيه ضمر إيه وحاوم بها ماشي الجوغي تانا بركا إيه وكا انتبه إلا إن كعب أو نين دان يرأى سو نو ورمي دوانا قصة ويسوع تاي أو كري كرا أو ولا إنو سنقال نوحي لي تانا وحي نحنون بي واحد بي ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك تبوك نبي جانا إما خصوصا أنت سافرت الوجرة أو سحبت أي سفرة لكن مركو تبوك جاري بنبي جانا خصوصا بيقول أنا عيدا فقال لأصحابه سحبت الله لروحي ما فعل كعب بن مالك من كعب محا محاها لي يعني محا محوسا بي يعني محاها لو كلو يعني يعني يعني. فقال رجل من بني سلمة من ري بني سلمة وجوابي ضدكو اسكو مد معها أصحاب تعطي كوب بها حوغا كوكو الطورية إنما حبسه برداه الزاهيان ونظر في عطفه

معجب بنفسي وان حرقا ايدي لتوي مركا ساسو الله حرق دار إلا دل يرنم الوته ميا فقال معاذ من جويل بأو جواب منك يحير بئس ما قلت ور هذا الكاو حما والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا ننك رسول الله ننك كعب خير أهين أنه كم فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يضف شيء النبي صلى الله عليه وسلم سؤال شاء أبو مركو أركيني سحابة أسكب الله باني أسكب جوابا يعني صحيحه وامس صلى الله عليه وسلم افكي سو هيستي وحنا كما دري طبعا آه يدو اي كمانت هي ان مرحلة مره لا دمهي ان دول استاين لكن هلكا وحان كا قادان ان درس عجائب تي سله آه. انت اه انتينا الابسود كان دافن قضب كواد واميدو ا آه مساله التصويف كو حلو يقان اه ابركستريشن اي دهان وان دونا بري وان سمين دونا سعاده وان سمين دونا عمرنا ولا تكتا

أن الرسول صلى الله عليه وسلم توجه قافلة إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنه كسر الماضي تيه روحة المركي الآلي النبي صلى الله عليه وسلم النبي وصلى الله عليه وسلم مدينة كسر رجال عينها دقال كسر الماضي فركبني همي مرق بأي تمد بيلي مرق أي مركي بأي فوشي بوليه وطفقت أتذكر الكذبة وأقول مركز سمحا بالله إنه بين اسكوا أهدينيه وان ليه بماذا اعتذر له واخرج من سخطه غدا بري النبي صلى الله عليه وسلم كذا دارته. دارتا وعرضي سان كذا بدباده الا انه جستيفيكيشن يو يو وحون اسكو اديو النبي انت كدعتي انت با هي ديسان با وحيابها ان اسكو اديان بالله بيقول واستعنت على ذلك بكل ذي راي من اهلي ارن كانوا وحان كلا كاشدوا لي قف كاستو ان اسله هي راي بو كدير يحي فلم أجد عندهم شيء لكن نيوال بابا مركا على فريق سوني بل, بل رأي قالوا محمد النبي صلى الله عليه وسلم كجبت بعدا عيد وعيد كرد يسمالهم بوله ولما قيل لي مرك اللي يري أن إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أطل قادما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أطل قادما النبي صلى الله عليه وسلم مرك اللي يري إن عني الباطل وحال الله وحي باطلة يعني كيف فكر هرتو إيغتك باطل كمحوها بيننا شكو الدين وعرفت أنني لن أخرج من سخطه بشيء فيه كذب مركزان وحان قرتب النبي صلى الله عليه وسلم عرضي إنك جبت بادين وحي وح خبر أمام مرسيا بيانا إنك جبت بادين وان أقذب فأزمعت الصدق وحان إن رشيغ وحب سيتها إن أشيغو يو أن لا رأي النبي صلى الله عليه وسلم فرح كسارة ثم أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والوابريستي وكان إذا قدم أما النبي صلى الله عليه وسلم كان مدينة سوق عندها وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد نبي جن عاد وحاء هيد مركو سفر كي ماذا قرو مركي ما عاد يجري مساجد كي بلا بيجري فأركع في ركعتين لبرك وكنت كان جل صلى الله عليه وسلم ساتو سمين دوما سيد الصنادع معركة عرفت إن لسما يقف مركو سفر كي فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتيه النبي مركو ولا بد يسرق على ما يستي ولا بد ركع مساجد وكل سلامة جلس للناس هل كاسو فريسي ذاتي بمركة هل كاسو صلوات ربي وسلام عليه فجاء المخلفون أمثالي وجعلوا يعتذرون لي وحلفون لي ذاتي الدقال كهري وأنا كراءها أي واحد بالله النبي ما دام أني وضع مركة عدور داركي سهل كاسو كشت نور بن دار والله يا رسول الله ايوان بحي لها يلاك والله يا رسول الله هل كاسو يكرنا عادة أني وضع حصول بالله وكانوا بضعة وثمانين رجلا ذاتي الدقال كهري دور يسديتا ننبي فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كانوا كأقبل أن أول بوصوه هذا كو قدي جاي ظاهر كاسو النبي هو كافتهم ما بع هو هاسو ما نادعين بين بس سامدين واستغفر لهم دم دافني إله ويدي وأكل سرائرهم يلا الله يوحيدين قرصونا توحي إلى سبحانه وتعالى وياه ودورية سديتني فجئت مرك أنا أنا وكعبة. أي نبي قومي دنا فلما سلمت عليه النبي ما كان سلام عليك سلام يا رسول الله تبسم تبسم المغضب قف عريسا عردي سدول عدي دول عدينتو مرنا يلا قفكو سو اهم هاي هي يمروا حناقسين هي يمروا فرحسين هاي قفكو طبعا يعني يعني الكو مركي مغضن عليه لما قفكو انه فرحسين مركي النبي صلى الله عليه وسلم مركو من علي السن والعدين سبع هدب امه وصاد ثم قال مركز تعال تعال بني فجئت امشي حتى جلست بين يديه وانوي من وانهر فريستي فقال لي ما خلفك يا كعب كعب محاك محاك ريب الم تكن قد ابتعت راحلتك جديتي اتكسفر للمياه ديار صنو جازان فقلت مركز بالله اني والله يا رسول الله رسول الله لو جلست عند غيرك من عند غيرك من اهل الدنيا حدان الله فارنس لها عدان ادى اعدانها نورات الدنيا ان الهي كو أبو ريح ومن اهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر اصنعه له اريد ان حقب بتبادلها مرمرسيه عندي ارصدى وانني انسميست فاني والله قد اعطيت بيانة. حجه وبيان رسول الله الهي يحيي بي حجه أن وحي هو جودن كره وحي أن قاعد ده هذا اللي هو ما يرى يعني معنا إن أن الله أو قف كي أن أن سير هذا وحبو كاتبني أن قنعيه وحاء إلى مهما أو نيل إلى بيان سيب أنا وبيان كي وكعذر دار تكاتب كي أنو كعب هذا كقول لي وما لي كره ولكني والله يا رسول الله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب لترضى به عني لا يشكن الله أن يسخطك عليه وسبحان سبحان سألت رسول الله ما انت هذا البيان كوش شيغان كو ديب وأنا يا أكبر ان إن ليوشكن الله أن يسخطك علي إليه سبحانه وتعالى وأرديت إماك يقول مرتي على هذا يقول صلي لي دونه ولئن حدثتك بحديث صدق يغضبك علي إن فإني لأرجو فيه عفو الله حديث أن كوش هذا طب أورونا و كع رجس وحان رجينا إلى سبحانه وتعالى يقع فيه مرك الله من دمود ما أنتم شو كأدين هذا لكن وحيه شو دينكر هنا بين علاه اللي بينا مرة بين فضح هذا نوعا ما روندكو دي بنا واسانكو قصبنا هاي كل يو عرند هذا ودي عرند هذا هذا عروتنا إلهي سبحانه وتعالى عافيك الرجينا والله يا رسول الله هذاك هذا هذا بقلب ما كان لي من عذر فيما صنعت و هي غدعا سمي عذر داره انما أنت انتي دونت وهلكات وانا اسيملكم وما كنت قد اقوى وايسر مني حين تخلفت عنه عنك ايمان الصوم مر ان انت دولان ان غلي مر ان كغه اود بدنها كغه ندهقاله يعني وان ديار سنه بول لكن توي دعى فقال النبي عليه الصلاه والسلام اما هذا فقد صدق كعب الرنب يشيغ ثم التفت إلي مركز ساي وصل وقال مركز قم حتى يقضي الله فيك هذا دقائق أنت إليه سبحانه وتعالى أرنك وكحكم فقمت وانكعى وغادرت وقد غادرت المسجد المسجد كما كتقي مركز كعب كيس كيسي وكيس ولي أن مال شأن شأن سهل ما لنا أقول لعن حال الشأن سهلا ما كعبه إنا سرون شاكتوح واناكسن لكن إلهي بنوديننا ومرك أرن كان وحي يكسو دقدون قال كعب حضو مركا وحب اللعبان نفسياتي كعب فما لبث فما لبث أن تبعني رجال من قومي مركا كعب مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقل لي سواء هذه ومزي كسواء بحي وقل لي سواء هذه أيا وحا إيقا صلى الله ضد أن فقالوا لي مركا سحيرا والله ما علمناك أذنمت ذنبا قبل هذا حد كهرني نيو دين دبكو لعي متهي تسان أقنه فما الذي عجزك عن ان تعتذر ان ان تعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم الى الرسول كما اعتذر غيره من المخلفين؟ ما ان النبي صلى الله عليه وسلم ادعو عذر دارتي سيدا ضد كي كالا ادعو دوري سيدي تكني وعذر دار بوشيكتي ما يقول شيء يعني ليش يحوال العدايا ما حد فوالله فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي ولكنني ما لبث أن قلت لهم هل شاركني فيما صنعت أحد وعيري ضدك سيء أفا إلا أفر قلم سيء عنانا لي أور محام حام النبي أنا رسول الله هير. رنت هل كاسان لكن كي كي كي. إن هل شاركني فيما صنعته أحد

إيو ابن أمية مركوا كعب اي مرارة وهلال وقران كانوا على الثلاثة ونضيه الدون بإذن الله سبحانه وتعالى عيني جنو علماء سيئات مقعدة دوشة وقوقيبت يعني آه ما أردت كلمة دوحة كل مسا مكة أي كل منسا ميم كي كاف كي تعالى وكان رجلين صالحين وقد شهد بدرا وحين لابن إنه يوغنا داد بواناك سنو داد بدر الجوغي لكن فقلت مركز سامح ان لي فيه ما اسبت ثم ضيت مر الدين لبدان اي الى وداغيان ارنت خلاص إيه يا كودياش يا له إيه يا كوديان يا كدبنا كما جوجين بن منك يا هذا هاد ما قبل قال كعب بن علي ثم ما لبث الرسول صلى الله عليه وسلم انها عن كلامنا نحن الثلاثه من بين من تخلف عنه وعيسى الى مركب بويكوت كالوصمة يندونا، صد حدا النين. مربط الدرج مره درجة القوات والله صوت ضعفي، ولا درجة صلى الله عليه وسلم، هذا ما حد ذكره. الله هذا الكود هو خلاص ممنوع. فاجتنبنا الناس، وتغيروا معها. حتى تنكرت في نفسي في نفسي، أو تنكرت في نفسي الأرض. فما بقيت هي ال... فما بقيت هي الارض التي اعرفها مركي ودولكي واسوكي بدله ما بقى هو دولكي ان يقين الا سيده دبا بقى... اه... يعني قفكه بني ادم كا ديغانك او دغنيا اي ددك يعني معني ما نقولي بعد هذا دغنت هاي هذا اه... ماشي مدات كما قناتي انا تكتي وا وح... واحد فرق ادري ما اسمها وا ددك ولكن يجب ان يكون سلام دي مجلد إرادة عدنا لها ليس يسأي هنجرين وطن قرآن كوليه جل وعلا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت تلك إنت إله بلع بعيري لا وضاقت عليهم أنفسهم يوم واحد ضيق نفسها وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يتوب وطن قرآن كوليه ولبثنا على ذلك خمسين ليلة كنت نهبين ما ساعة كسوك نين كنت نهبين ما الليل لو جوابي عدلها لي لها ليس ومرحلة دي وأما صاحباي فاستكانا هي لبعض مرّة لأي مر هلال يووي وإسكا أقبلانو وإسكا فريستين وقعدا في بيتهما يبكيان يبكيان قولي إسكا فريستين هل كان سئوين إسكا وأما أنا لكن أنا هدان كعبة فكنت أشب ثلاثة وأجلدهم أنا أقول الله يرسنا بيلي أستاذ هذا نين مركا أنا وأن كيرا بيلي عند أهان كرل ما كيرا كر... بيلي وأنا كأود بالنا فكنت أخرج من بيحجر بيلي فأشهد الصلاة مع المسلمين المسلمين تلسوا كانوا مفريسا وأضوف في الأسواق ما يعلن وريه وسوقا وريه ولكن لا يكلمنا أحد لكن عدل لها ليس مركا ملا مركا قال الله كلا بيحجر يوو يسديبين قول قول يسديبين لكن أنا انا فريسة وصعدة إله الله سلم الله وكنت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم عليه النبي انت ما سلام عليكم وهو في مجلسي بعد الصلاه مركز صلاه لا ب مشي سفردي ثم اقول في نفسي مركز سمعي سويديني هل حرك شفتيه برد السلام ام لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم والباب بشيمه ما دق حجي وصلانتي سلامتي يعني يعني بمعنى عمقه حتى هدي النبي جوابه إنه كل جواب يعني النبي صلى الله عليه وسلم نوعا ما أمفر آه وكنت أحرص على أن أصلي قريبا منه لأسارقه النظر وحمر رجع لا ما كنت كذا أرجع أن كحذا بلي النبي فكنت إذا أقبلت على صلاتي أقبل عليه مركان صلاة دجال ساس النبي جيس الضيمون يبي وإذا التفت نحو الله عليه وسلم أعرض عني صلى الله عليه وسلم بعد رمي سوى حالد ادق النبي كجيسا صلى الله عليه وسلم اذن وحي أنت مر الرسول مقول هذا حتى سالنتي بالله ده كان اسك بدا وامير با كصبحدي وها ليري خلاص نك على ما حد فنما طالت علي جفت الناس مركي دك يقول اوغ دهرات واشتد بي الضيق ايري غو وش درادي فتصورت جدار بستان ابي قتاده قتادة وحان فولي بوليه بير ماشى كتيل جدار كيدا نضوش ماشى ضوش الصراء وابو قتادة اللي هي ايان هلكا كفولي وهو ابن عمي ابو قتادة وإن ذاك واحب الناس الي عدة ان كجعل لها يعني مجرين يعني ضدك كان اوجع فسلمت عليه وعن هلكا بالحوية وحلو لها الله سلام بانكم فوالله ما رد عليه السلام ابو قتادة وإن ذاك كي وضدك ان اوجع سلامتي ما بناد الدنيا كانوا حاولوا ضر الحنون وحاولوا ضر إنا اللي معنا مركات تذكر محبي إله النجابة بعدية مركات لا شيء كيس يقول له يعني مرة قال كيو حلاقي أبا إنه سك وعمبر كان كقيلي عمبر كان كلام قيلي سال كان كقيلي وح كلام على جواب يسلي بس في مركي اللي ويجواب واي مركات سان يا أبا قتادة أنشدك الله إله من كل هل تعلم أني أحب رسول الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله سأموق <متحدث> إلى أن إلى الرسول كسيجعله فسكت ويا مصيب فعدتها عليه وان عليه سأل سؤال فسكت ويا قتبي فعدته عليه هذا نسأله وأن كلها رواية مركز الله ورسوله علم إلى الرسول كسيجعله رسول كان جعله إله من جعل هوشة هو إله طالب أبو قتادة مركي عند ذلك مركي مركي ماشى أبو قتادة وهلك توليت عائدا من حيث أتيت مش يعني كيف الله بتو ماشي دربي كان صار نوع ثم حدث ما لم يكن في الحسبان يضع إيه حالات ماشي أو هذا الكيو أن لا أنه وريا سلانت أو كاقا هذا إيجتا أنت بوح كلا أين بكوي حساب تمين أو بوكا وأنه وجر أو قاموس كا وأنه وجر بعد أنا أو ما فبينما أنا أمشي بسوق المدينة ما يكلمون أحد أنا إسكا الصعودة ما قال هذا برتن كيدا مريا وعد لها الله انا أين جين إذ نبطي من أنباط أهل الشام نن كسو جيد حقا نبط نبط وضد ضد حقا لوكا عراق إليه جلع القطة إيه هايين نبط كالكاوي لوكا سيد دقيه مركا انت تيوغوا ضد بيرلي أه أو نوع عاس بيزانديس أه نوع عاس لقوعوغا نن كيو أي يمد ولكن شام كسو جيدا يقول حان أركبير نن كيواله من يدلني على كعب المالك وريا أي تسين مع كعب المالك أنو إرهاديني أبيه فأشار الناس إلي ذاتك يوحي فجأني فجاءني وإي منك يوسعد ودفع إلي كتابا من ملك غسان مركز يوحي يدي لنبال كالسعد بقر كي غسان بقر كي وأسوق قرى فإذا فيه وحاكو قرى ورقد أما بعد سلام كدي فقد بلغني أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسيك وحي سوق إن صاحبك النبي محمد وكو أنك نائم أو أنك قرب كالتاقين فقلت لما قرأتها مركي أن ورقد أقريبا وحني وهذا أيضا من البناء من البلاء تنتي كالضرر تنابا مشكلة كالآ يضا مصيبة كالإن قال هكو سوف نقول يجيو هكو سوف الرأس هذا وهكو يرى النبي مكو إيه فاتجهت بالرسالة نحو تنور أو نحو تنور له كدي من ورقدي أنو السيدة محن لا أذبيري جيكا مو فيه ما شكويل بلوا فورنادي فورنادا لا أدك يتقد أو مركا فورناديو صعو كركريسة أو يعني هوريسة فألقيت الرسالة في فألقى هالكاسة كتورة إنه قال إسوهم قريبا ما أنت إلى هذا كالي وعيد هوشا هولا أنه بحي كرمه ومصيبة قال كعب مركو فيه ولما مضي مضت مضت 40 ليلة من الخمسين أفرتن هبين مركي لقاري أو كنتن كي هنبين أفرتن هبين مركي تكتي هذا نقباش وشي وشي دلعي جاءني رجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم من بائي من النبي كسعود وقال مركز إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك يأمرك أن تعتزل امرأتك رسول امرك عمر كوكوسي حاسك يا دوان كرتاد فقلت مركز سمحان أطلقها أم ماذا أفعل مفرام حاسب ما يا إيشي. قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها فلا تقربها ما يهفرنا لكن كفقوه شقة اسكو مليني مانتا لغا بسيدة كلا سوامن او كالا وارسل الى صاحبه مثل ذلك لما دي انن كالا هلال ايو مرونا فرينتا سو كالا الله شاك وحا إنك دي انن إيه كي حاسس كي نوانا فقلت اني رأتي حاس كان الله الله نري الحقي بأهلك رير كاك وامك في عندهم هل كا ايه لجوك حتى يقضي الله في هذا الامر انت الهي ارن كان وكحب منه هل اما امراه هلال بن أمية نكه هلال اللي حاسكي فجاءت الى الرسول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسكي سي صوته وقالت رقي مركا لصاري وقالت يا رسول الله ايت رسول الله وقالت يا رسول الله ان هلالا شيخ نكه هلال داه فان اي كرماتي يعني وان عجوزه وليس له خادم عد وشقين يساء وقعن يراءه وخدمين يساء ما هيستو فهل تكره أن أخدمه مئدي يدي ما سا كهان أن يعني إن كان رجل كان ما لمد معه رجل كان وحودي لكن إيه كان إن إن كعي كراء كراء وتصرف دأه إن العاوية رسول الله ما إيه أقشه قال فقال لا مشكلة ما بدي يدي ووشقين ولكن لا يقربك كوسو دوال قولي قوة الجوغة وعبا عيها شاهي يسيوه يسوه لكن فرق صارك. فقالت إنه والله يا رسول الله ما يزال يبكي منذ اليوم منذ لزم بيته إلى يومه هذا رسول الله لا يبقى مالك قولي قصة وصو حراضي ومالك قصة يكون بالله إلى الآن أو ينبو وذابت رسول الله حالي دي سوى قال كعب مركو عند ذلك قال لي بعض أهلي مركي ماشا مريش دبكو مسهلنا تتقرى بذائيين مركز سعيد يقول لهم لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرأتك فقد يأذن لك ما هذا اللي بلال اللي الهلال الأمية رسولك ما انت سيدا صوك هلا سيدا هلال حاسكي سبعي نبيك انت وقلتك اي معركة او يدي ستي اذنك هذي ما يهوين هذا معركة ما الوقع يعني على قلب قلوها كل جوكتو انت غير كده قدر الله وحقوصة ما يسو راجينك حقوق طورتو فقلت مركز والله لا أفعل نص مغيرة وما يدريني ماذا ما يقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم وانا امرؤ شاب محاي وقيسي رسول كحي جوابي دون نندل يرانا إن فوق وانا هاي على الغيابة ان رسولك كنتو يسي عرضه موقف كوكسي فوق بالله يدوه لان اللي يرانا وانا انا شاب باني لان يرانا او واسكو في لنا او ما انتو حيق انا كرسن كرا انا كي كرا رجال لم يدمي قال كعب قصة يساق ودو الحير فلبث بعد ذلك عشر ليالي حتى كملت لنا خمسون ليلة طبعاً هبين كان أنا أقدر سنتك كنت كمركي بحسنتك بيول فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة مر كان صلاة دي الصبح تكذي هبين كي كنتنات ومدري لين الجريئة وأنا على ظهر بيتي من بيوتنا قري قريه إن كم إذا دشي سنة صارا وقد ضاقت علي الأرض وما رحبت لور عريري إلى النقضي وضقت بنفسي أشد الضيق ماشي قدام بيسنة يقمر يسوه وآدم عيري تومي سمعت صوت صارخ من أعلى جبل سلة محمد مقلا من قيلينية وصارا بور تسلع لقومة وبور مدينة برتن كذا كتيل أو سنتر كده كتيل من قيلينية أد قلنا ينادي بأعلى صوتي عدكي كيس قاري كارا قاري سيني يا كعب مالك أبشر كعب بشاريس يا كعب مالك أبشر من فما إن لامس الصوت صمعي مركي عدكي سألك تيد وسوقاري حتى خررت ساجدا لله سجود بالله الله سجود شكرا وعرفت وحان كرتين بيدي. أنه قد جاءني الفرج فرج كأن سجد إنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلن ذلك لأصحابه النبي قال إنه أرنكا ورقا لي صحابة دي وكذا بيد فهب الناس يبشرونني ذاتك ما كحب الله إنه إيمانيان إيم بشارينيان وما أردت اللي يبقى وكان أسبقهم إلي نيكي أغري ذاتك إسوء قاري أني يعني إي إي تهنييني فارس بوها نين فارس كي سيكو جاء على فارسي سو فارس كي سسعر. وذهب إلى صاحبي يبش... يبشرون أيضا نيوانكي كالي هلالنا وضاوتكي آه الله مستعان معرتي لرنين ولوتكي فلما جاءني الذي سمعت صوته نيكي أن يعني عدكي سمغلي مركو إيمي ونيكي ماشي أن توصي

لوضع وحيد هذان لوضع أنسي وحن كبد السلام لها ثم استعرت ثوبيني ولا بيستو مركز الله مركلا سوء عريستي وقضتك لك السوقات مركز عن حرتبير وانطلقت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مركز النبي قلت صلى الله عليه وسلم <سلام> أنا مركز حقا إسحابي إسدفاي فتلقاني المسلمون فوجا فوجا مسلمين تبا إلى كل مكوح كوح يهنئونني بالتوبة إياه ويقبوا قاديني ويقوهم بالياني التوبة إلهي ويقبوا أقبالي ويقولون يا له لتهنك توبة الله عليك يا ابن مالك هكون مع ما شاء الله توبة إلهي حتى دخلت المسجد مسجد المسجد جلبه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس نبي قال هالكا صوفا ليا وقد استنار وجهه كأنه قدعة القمر إذ وجه سؤيف ما ضيح قبل كي أو مال فلما سلمت على مركة النبي ساء السلام قال وجه يبرق من السرور يد وجه يسو ولقف يا فرحة درتيد أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك كن بشارة يا كعب ما انت أن أقوى نكسا أي مرت مالك لنك الله فقلت مركز سبحانه أمين أمن عندك يا رسول الله أمن عند الله عز وجل بشارة إي وديد عليك سوف الشمسر إله إي إي قال بحر بل من عند الله حق اللي فقلت يا رسول الله إن من توبتي مركز سمحان رسول الله توبتي روح كمدة أن أنخلع من مالي كلي حوله يقول إن إنا وأن أدع صدقة لله ولرسوله رسوله من حوله لنبا أنا أحبك الرابا إنا صدقة إله إلهي إلهي رسول فقال رسول صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك حوله وهذا بحنه هاي سوء يا كعب فهو خير لك ساسك هو فقلت مركز سامحان فإني أمسك سهمي الذي بخيبر أواي هاي سامي يقصو قاري دقال خيبر إسان في الدبال لقالي قيبت هرت مال بان ديكنا وانت صدق بما عدا وحي انت كسو هرانا وان صدق إسان يتابع يقف في اللد ثم قلت يا رسول الله ما كان رسول الله إنما نجاني الله بالصدق الهي وحكا لي وما بدبادينه رم بيقوب بدبادينه وإن من توبتي ألا أقول إلا صدقا ما بقيت توبتي إذا وحكا انت يذبوه انت نوالهنا هنا رنهن أنا, أنا شيئين رضي الله وكعب بن مالك إن الله كراد النغضة شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يا رسول كأها فقد نافع عن الإسلام بلسانه وبيانه رنتي إسلامك الدفاعي، عرب كيسي بيان كيسي وأنزل الله فيه وفي أصحابه قرآنا إليه وحيو الدجي أصحاب تيسا قرآن ما زال يدى آناء الليل وأطراف النهار وعبيني من وسيظل يتلى وأنا الأقرين دون حتى يريث الله الأرض ومن عليها أنت إلهي فلك بحكسها ربك الدحلو قصدنا إن ما ضعف يس إنه دول <سؤال> يستعين بعض النقاط ورونت مجيبة ومن دوبه الرئيسو هدي أنا فهمني موضوع كان وحن صاهر مرني قفك بين آدم كأنه صن أنو ما ركت إسكدر بوريجن عندهن وحي عاد عدو جاء ستت إن أتركا فلسيت يدون وارد مكان لبناء وعن كله صا قادنا قضبة إني هبونته ولا مسلم مكشرفتيس إن الدفاعه

قال كي عمر بن الخطاب نقول نحن نحكم ايش بالظواهر والله متولي السرائر انك واحد نوم موضوع حكمين لكن وحق قرصون اله به اوتا مرقف بناء من قلب جيسان الغم مشكور سام بو الى جيدي وحبو قرصني ما يتم ودينه ما انت اس با هي تحاليش الداخليه انك نقول ما درسان نبي صلى الله عليه وسلم بابك كابسد وحا كل هذا ما شكي قادانيسه طبعا فضل قوله كعب المالك يعني عجيبة انه اها سو دينته وجعلها نواتي قادانيسه

كقير خير بظن من هذه التوبة لما بشارة سمضة كتب إليه سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزوغ قلوب فريق منهم ثم تاب عن التوبة إن الله هو التواب الرحيم إلى وت المامي وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا أن ملجا من الله إلا إليه ثم تاب إن الله هو التواب الرحيم قصام بالله يهلل قرآن إليه سبحانه وتعالى ولكن بعد عليهم الشق وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم الله عليهم لكاذبون عفى الله عنك لما اذنت لهم اذا هل يعني سوره التوبه وفاها فاصا وحي كان ليس نفسيات كعب بن مالك آه وثابت بوها نل الجر وها هدي آه ايمان انه هكا انه كان سي سهلا بلو دو سنكر بقر كان ورغدا يوسو قرى لغا أنه مركا ومال وكغبيو مركا إن إلهي كسوغاي ونعمو إن إيه وقفك أورون شيغان ونعمو لكن في نفس الوقت أسبابتا وإن أتقاد تاوي ووحي كعب كون دعو كون دعو كون دعو كون دعو كون دعو كون دعو حديثا الحديث أما كتبة الحديث وحي سوهز قليا باب الصدق ولا سوهز قليا قفك إن معركتي ومشاريع دي سأن ودبوا لقبا لسوهز قليا بنادم كنا دقيسن بالسوهز قليا وعلى سوهز قليا وكالباب كان آخر إن اللي جوفي <applause> الدنيا يرى أنت لم يرى إله سبحانه وتعالى هن حريص كعبا ورحمنا معهم إنه بالدواد بالرؤوف الرحيم صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم